السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي في الله، مرحبا بكم معي من جديد في قناتي إن شاء الله الخوت. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاول أنني نشرح لكم كيفاش الطريقة أنكم ديروا حملة إعلانية بالنسبة لباغي دولة أوروبية. كما كتعرفوا أن الدول الأوروبية عندها أهمية كبيرة، وخاصة في هذا الترويج، يعني أن الدولة الأوروبية كتعاون في تطلع اير بي ام ديال الفيديوهات. يعني انا نوري لكم الطريقة اللي كندير والدولة انا اغلبية اللي كنختار وكنديرها. بالنسبة للخوت، هاد الدولة راه مهمة مهمة، انا في تجربتي كنديرها بزاف الفيديوهات ديالي، كنختارها كتطلع ليا اير بي ام. يعني اير بي ام راه عنده الدور، يعني الا كان اير بي ام هابط يعني راه الدولار كيكون هابط، الا كان اير بي ام طالع الفيديوهات راه كيكون طالع عليه، كيكون طالع الدولار الفيديو. يعني الخوت طريقتي غادي نشرحها لكم، وسهله وبسيطه. كما وعدتكم في الفيديو السابق انني غندير لكم الطريقه التتمه للطريقه الاخرى، ولكن الخوت غادي نحاول انني نشرح لكم هذه الطريقه. بعد اللي باغي مثلا مشاهدات، واخا غير 1000 مشاهده ولا 700 مشاهده كتختارها، وبغيتي دوله اوروبيه. يعني الخوت غادي نحاول انني نشرح لكم الطريقه، وركزوا معايا مزيان، راه سهله وبسيطه. كما تشوف الخط راه ديما كنعاودها، انا من هذا المتصفح كندير حملات اعلانيه ديالي، نعاودها ونعاودها. هذا المتصفح راه ساهل ومزيان، يعني هو باش حليت الكونت الحساب اول حاجه، لانني كنخدم كندير غير تليفون فقط. يعني انا ملي كتحل الكونت ادورد، حساب الادورد، يعني ما كتقدرش ان دير حمله اعلانيه حتى كدير الحساب. يعني هذا المتصفح راه في بلاصه الكمبيوتر، اللي باغي مثلا يحل حساب كنصحكم بهذا المتصفح، سميتو بوفان. كذلك اللي باغي يدير حملات راه مزيان احسن، وكيكون ناجح، يعني ناجح بالنسبه للقنوات الصغرى راه كتحتاج المشاهدات. يعني ملي كتحط الفيديو كتبغي لي ان تطلعوا لي 1000 2000 3000 4000، خاص غير يكون عندكم الرصيد في الموقع ديال هذا. وما عندوش مناش تخافوا الخوت من هاد الحملات الاعلانيه اللي كيدير اليوتيوب، راه واخا ما كيكون فيها متوسط المشاهده راهي مضمونه 100%. يعني ما عندكمش مناش تخافوا. في حاله انكم كتخافوا اشنو غديروا؟ غتحيدوا الاعلانات، تكتطلعوا الفيديو المشاهدات اللي بغيتوا انكم كديروا يومين ولا 3 ايام، تكتطلعوا صافي كتطلقوا الاعلانات. في حاله انكم كتخافوا من النقرات غير الشرعيه، ايوا في حاله انكم كتخافوا كتخليوا الاشهار، كتحيدوا الاشهار في الاول صافو، كديروا الاعلانات في الاخيره. الخوت قبل نبداو، قبل راكم عارفين دغيا كيطول الفيديو، غادي نبدا معاكم ان شاء الله. غتحلوا المتصفح ديالكم او المتصفح كما لمولفين كتخدموا فيه. هذه الطريقه بحال الطريقه الاولى، غير هنايا غادي نزيد لكم الدوله. مهم الخوت انا هذه الطريقه كنديرها لانها كما العاده كنديروا بلوس زائد، يعني حمله جديده، غنديروا حمله جديده الخوت. راه ساهله، شتي الا درتو عقلكم في هاد الحملات راه ساهلين. انا راه كنديرهم بزاف في الفيديوهات ديالي، واخا كيديو ليا الرصيد، ولكن هما راه مشاهدات حقيقيه مقارنه مع المشاهدات الاخرى اللي كتشريو. يعني هذه حقيقيه، لان اليوتيوب هو اللي كيروج الفيديو. كما العاده الخوت كنديروا بلوس وكنختاروا الفيديو، كنختاروا اش من نوع الحمله. ملي كندخلوا لهنايا لهاد الصفحه كما العاده كنختاروا نوع الحمله، الاسم راه عاودت لكم بزاف ديال الفيديو، يعني غتكونوا فهمتوا مزيان الطريقه. غندير اسم الحمله، غنختار شي اسم، المهم كتختاروا الاسماء باش ما توضروش في الحملات. مثلا اعلان ما عرفتوش غيقبلوها ليا، المهم راه كتختار من بعد في الاخير، راه كيقول لك اش من خطا عندك. الاجمالي الخوت غادي نختار، مثلا بغيتي تختار غندير 70 درهم. انا غندير دوله اوروبيه، غنقول لكم اش من دوله بزاف اللي كنختار،
وغادي نقول لكم مش من النوع. كندير انا 70 درهم 60 درهم، يعني كل ما كتزيد في التكلفة كيكون في الحملة الثمن ديال الحملة راه كتكون مزيانة. 70 درهم الخوت كان غنديرها في يومين. وحاجة اخرى انتبهوا ليها، بالنسبة لهذه درتيها 3 ايام راه كتكون مقارنة ناقصة في المشاهدات. مثلا درتيها في يومين راه ماشي بحال درتيها في 3 ايام، درتيها في 4 ايام راه ماشي بحال درتيها في 3 ايام، يعني كيكون مقارنة في الحملة. مثلا درتيها في يومين مثلا غيعطيك 1100 مشاهدة، يعني في مثلا في 3 ايام راه غيعطيك 1000 مشاهدة. يعني هذه غتكونوا، المهم انا نقولها لكم قبل ما ديروها. غنختار انا 15 اليوم 15 يناير، يعني ندير حملة مدة 3 ايام. بغيت انني يدخلوا لي المشاهدات مدة 3 ايام. المهم غنختار 17 تاريخ الخوت 17. هي الخوت ملي كديرو كنقربها لكم 17. شوف عدد مرات الظهور عاطيني 1.3 مليار في عدم، ولكن باقي ما كملت باش نشوفو بشحال غيعطوني في المشاهدات. الخوت ملي كندير هاد 3 ايام اجمالي مبالغ الحملة 70 مماثل لمبلغ الميزانية اليومية، يعني 23 درهم، والذي يتم تشغيله لمدة 3 ايام. يعني قالوا لك في هذه 3 ايام كل نهار كيحيدوا لك 23 درهم. 23 درهم ركزوا يا خوتي في هذه، هذه ما تنسوهاش. هذه بالنسبة للإجمالي الحملة عندكم ديروا هذه، راه جربتها هذه اجمالي يوميا. هذه راه يوميا راه قاصحه شويه، يعني الحمله كيقطعوا لك يوميا من داك الرصيد، ولكن ملي كتختار اجمالي حمله انت كتختارها كامله راه كتكون كيقطعوا لك غير داك القدر اللي حاط انت هنايا هو اللي كيحيدو لك، يعني مابقاش كيمشي كيحيدوها لك من الموقع. المهم الخوت انايا وصلنا لهاد البلاصه اللي مهمه، هي الموقع الجغرافي. كتختار الموقع الجغرافي اخوتي. انا شنو كنختار؟ غنجي غنمسح هاد الدول اللي كنت دايره ديك المره، غنمسحهم. ها هي كتجي لهاد العلامات كدير ليهم هكا وكتمسحهم كاملين. وغنختار انايا الدوله كدير ادخال موقع اخر، يعني انا غندير هاد الدوله اللي كندير انا بزاف، كندير امريكا، كندير امريكا لان كطلع عليا اير بي ام للقناص، يعني عندها الدور. ملي كندير امريكا كندير انا البرازيل، كنختار البرازيل. هذه البرازيل هي الخوت، كنختار البرازيل واخا ما عندهاش المهمه، المهم راه كيدخلوك مشاهدات من البرازيل، يعني واخا انهم ما يخلوه لك كيخلوا لك الاشتراكات بعض المرات لي لايك. يعني ماشي بالضبط انك تسمعوا البرازيل صافي راه غير الدول الاوروبيه ماشي ما كيفهموش، يعني راه كاينين المغاربه كاينين الدول العربيه اللي كاينين في البرازيل. هذه كنختارها الخوت. راه بعض المرات مثلا باغي يطلقوا لك الحمله كدير جوج ولا ثلاثه حتى كتشوف شكون اللي خدامه اللي كتدخل لك المشاهدات مزيان، من بعد كتمسح الاخرين. كندير الخوت هذه جميع اللغات، كنختار البرازيل وكندير جميع اللغات. كنجي حتى لهنايا الخوت هادو كاملين، حتى وحده ما كنقيسها حتى وحده، يعني مثلا هنايا الخصائص الديموغرافيه كنخليهم كاملين بهاد العلامات. غنقول لكم غير الحملات انايا اللي كندير، لانني بزاف هذه كنديرها وبغيت نشاركها معكم باش تستافدوا. بالنسبه اللي باغي ان البي ام ديال قناته يكون طالع ولا الفيديوهات ديالو. المهم الخوت كنخلي هذه ديال الخصائص الديموغرافيه كنخليها كما هي. شرائح الجمهور كذلك كان ما كان عمرهاش نهائيا. هذه الشرائح الجمهور ما كان عمرهاش، كنخلي كل شيء هادو ما كان عمرهمش. كنجي الاسعار الخوت، راه الاسعار مهمه، التكلفه مهمه، راه قد ما كتكون التكلفه غاليه راه كيطلقوها اليوتيوب، الا كانت ترخيصه ما كيطلقوهاش. يعني خاصك مثلا درتيها 0.5 راه تسنى يومين 3 ايام عاد يطلقوها لك، ومازال غدير عليها حامله اخرى حامله اخرى حتى كتشوف اللي مطلوقه لك عاد كتخدمها. المهم انا غندير 0.10 ومازال غندير عليها حامله اخرى باش نشوف اللي طلقات ليا. المهم الخوت غادي نعمر كما العاده الفيديو، خاصكم تكونوا درتوا ليه. انا نجي ندير لك كوبي كولي من هنايا،
غنجي لهاد الفيديو باغي ندير ليه حملة إعلانية، يعني هاد الفيديو بغيتو هو اللي ندير ليه حملة إعلانية اون ديريكت مباشرة، كنجي للمتصفح ديالي. الخوت هنايا كنديرو كوبي كولي لهنايا كما العادة، الفيديو كنديرو كوبي كولي الفيديو اللي بغيتي دير عليه حملة، كدير إعلان فيديو ضمن الخلاصة هنايا كتخلي كما هو هنايا، ما تخليوش الرموز الخوت، راه كنوصيكم هنايا راه ما كيتقبلوش الرموز من مخالفة السياسة ديال هاد اليوتيوب، ما كيقبلوهاش نهائيا. المهم راه ملي كدير هادي كيقول لك ممنوعة، يعني الرموز راه عندك حيدها. المهم انت كدير غير العنوان الا بغيتي ديرو بلا ما دير هذا كوبي كولي، كدير حملة إعلانية في الوصف، انا غندير غير حملة إعلانية. المهم انت الفيديو اللي دايري عليه الحملة غتحاول تختار ليه الوصف ديالو، كتختار الوصف انت من اختيارك، الوصف الثاني كتختار وصف ثاني. بعض المرات انا كندير الوصف باللغة الاخرى واللغة العربية كنديرها هنايا. المهم الخوت كتشوفوا انني كملت كاع لهادو الشروط، اخترت الدولة البرازيل، انا بزاف كنخدم على الدولة البرازيل الفيديوهات ديالي. المهم الخوت كتجيو لهنايا الجين برا كيعطوك شحال عاطين لك المشاهدات، عدد المشاهدات اللي عاطيني 1000 مشاهدة. في حالة انا بغيت 1100 مشاهدة كنجي لهنايا كنقص السعر ديال التكلفة وكنقص في الأيام، يعني عوضا نديرها 3 أيام كنديرها يومين، كردوها ليا كيزيدوا ليا هنايا في المشاهدات. المهم الخوت راه هاد الدول الأوروبية راه عندها الدور كبير في بي ام والتكلفة ديال الفيديو، يعني مثلا داخلينك مشاهدات من دولة هابط فيها الدولار راه ما يمكنش، راه كيكون اير بي ام والسي بي ام الفيديو كيكون هابط، يعني مقارنة من دخلتي المشاهدات. يعني الحل الوحيد عندنا هو الحملة إعلانية، انا ماشي يلا كنديرها راه مدة طويلة، انا كندير كل مرة، وكيفاش كندير، مرة كندير انا الدول العربية، مرة كندير الامارات السعودية، يعني في اعلان راه كيكون ناجح كيدخلوا مشاهدات. في حالة ان المحتوى عجبهم راه يقدر ان الفيديو يكون طلع لك ان شاء الله. المهم الخوت راه ماشي مشكل انك الفيديو يكون طويل 10 دقائق بحال. المهم هذه هي الطريقة اللي كنديرو انشاء حملة الخوت، هذه كندير حملة انشاء حملة، من بعد كندير المتابعة. صافي راه كيقول لك راه بالنسبه لهذه كتقول لك مؤهله، الحاله مؤهله، يعني الحمله اللي درتها هي الخوت راه من بعد كتركزوا من هنايا الحمله، كتشوفوا عدد المشاهدات مرات الظهور، ملي كتشوفوا مرات الظهور كيتحرك صافي راه الحمله بدات كتحرك كتخدامه. في حاله انك مثلا ما باغيش الحمله، مثلا درتي 2 ولا 3 ولا 4 الحملات حتى كتشوف شكون اللي خدامه لك، كتجي لهنايا بغيتي تمسح الحملات كدير علامه بحال هذه الطريقه، هذه علامه كتجي لهذا التعديل. في حاله بغيتي دير الحمله ازاله، يعني كدير ليها ازاله راه هي باللون الاحمر صافي كتمشي الحمله. في حاله انك بغيتي توقفها كتضغط على ديك العلامه الخضراء كتضغط عليها، من بعد كدير ليها ايقاف مؤقت حتى الا بغيتي دير ليها ازاله. المهم الخوت هذه هي نهايه الفيديو، كنتمنى انني فيتكم بهذا الفيديو، فقط شاركت معكم الطريقه الاصليه انا بزاف اللي كندير، وفعلا راه كيعطي النتيجه الاير بي ام بالنسبه اللي باغي اير بي ام يطلع لقناته او للفيديوهات ديالو، واخا غير مره في الشهر ماشي مشكل، مره في الشهر كيدير هذه حمله اعلانيه راه مزيانه، راه كتعاون في اير بي ام ديال القناه. يعني الخوت كل مره تختاروا دوله، غير دوله واحده اللي عنده الفلوس راه يقدر يدير حملات بالدول، بالنسبه اللي ما عندوش كيدير غير حمله واحده، مثلا كما وريتكم انا كندير البرازيل،
وكنتمنى ان فيتكم بهذا الفيديو اليوم. ما تبخلوش معايا بلي لايك، راه ديما غادي نحط لكم ان شاء الله الجديد، وداكشي كاع اللي كندير انا في قناتي غادي نحاول انني نشارككم كاع اللي كنديرها في القناة ديالي والتجارب ديالي. وكيما ما تبخلوش عليا بلي لايك واشتراكات، تعاونونا الخوت باش نطلعوا القنوات ديالنا ان شاء الله. ديما غيكون ان شاء الله الجديد كما العاده. نختموا الفيديو عن الصلاه على النبي، اللهم صل وسلم على حبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم. الى اللقاء في الفيديو القادم.